بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ازاي اعمل تيستنج للوحات او استلم اللوحات تحت في الموقع. في البداية قبل ما استلم اللوحات دي لازم اتاكد ان الجهد واصل على السيركت بريكر رقم واحد. رقم اتنين اتاكد ان الفيزات متواصلة بالتوصيل الصحيح، يعني L1 مع L1 L2 مع L2 L3 مع L3، وده مهم جدا علشان لو انا الفيزات متوصلة عكس الموتور هيلف في الاتجاه العكسي، او لو هو احنا عندنا ترومبه، الترومبه دي بتسحب زيت او بتسحب من تانك ميه ممكن تتكسر الترومبه، ان هي متصممه ان هي تلف في اتجاه معين، تمام. فلو اتعكست الفيزات ممكن ايه يحصل لها ديفكت. الجهاز ده اسمه الفيز انديكيشن، فيز روتيشن انديكيشن. ده جهاز بيشوف لي تصحيح الفيزات، ان الفيزات متوصله صح ولا لا. البارت نمبر بتاعه 9040، نوع فلوكي، وعطينا على كل واحدة L1 و L2 و L3، تمام. هاجي على L1 اوصل و L2، وهنا ببقى كاتب اهو كل فيزا L2 و L3. المفروض ان هو بيديني في الاتجاه ده اتجاه ايه مع عقارب الساعة، رايت. L1 L2 L3 كده الاتجاه الفيزات متوصل صح. طب هفترض ان انا هعكس فيزتين واشوف ان ايه اللي هيحصل. هعكس مثلا L2 مع L3، L3 وصلها مع L2 و L2 مع L3، هديني ليفت في الاتجاه العكسي، معناه ان هو انت موصل في الاتجاه العكسي والمفروض ان تعكس ايه L2 مع L3. فهنرجع فهنا اهو عطيني اتجاه الليفت واتجاه السهم لتحت مع عكس عقارب الساعة الليفت، ومعناها ان هو متوصل غلط. فلو انا عكست، لو رجعت الاتجاه المظبوط L2 مع L2 و L3 مع L3 كده معناها ايه ان الفيزات متوصلة سليم وان الفيز روتيشن مظبوط، ان انا كده موصل الفيزات صح L1 L2 L3 ريد ويلو وبلو. طيب تاني حاجة هقيس الجهود، اللاين، جهد اللاين تو لاين ولاين تو لاين. ده جهاز افوميتر عادي، هقيس بيه، تمام، هقيس بيه الجهد. هو طبعا في هنا، اما لما اعمل هنا دي سي او اي سي، انا هقيس اي سي، فهدوس ايه على المود بحيث ان يظهر لي معايا الاي سي تحت، وهقيس ايه الجهد ما بين L1 و L2، L1 و L2، تمام، واعطيني 412، فكده تمام. طيب هقيس L1 و L3، L1 مع L3، واعطيني 413، تمام. بعد كده L3 و L2 واعطيني 412 برضه او 411 كده، في بالانس على الجهود متساويه. تاني حاجه هيس لاين تو نيوترال، تمام، المفروض بيديني 230 237 اهو. L1 والنيوترال 237 وال3 والنيوترال 237. طب كده انا قست ايه لاين تو لاين ولاين تو نيوترال، اللي هو جهد اللاين وجهد الفيز. هقيس بعد كده اول ما ارفع السكينه المفروض ايه بقيس الكرنت التيار، عايزين نرفع السكينه كده. انا قست الجهد، هبدا بعد كده دلوقتي اقيس ايه التيار. هجيب الكلام، كده انا قست الجهود، هقيس الكرنت، ان
ما بين ده الخرجة فايس هنا الفرق L1 طبعا، علشان انا مش رافع دي احمال بسيطة جدا 1 امبير، لان انا لسه مش مشغل المواتير. فلو انا شغلت المواتير الضخمة هيبدأ يسلك كارنت عالي، لان انا لسه ما عملتش انرجايز للسيركت بريكر للاحمال ده. طيب في حاجة عايز اتكلم عليها، ده سكين عادية. هنا ببقى كاتب لي الريتنج بتاع السكينة دي، فالريتنج هنا انا عايز اكبره بس عشان اظهر التيار ده 250 امبير اهو، 250 امبير ده سكينة القطع كده. بداية كده انا عملت تيستنج للوحدة التوزيع الرئيسية. هنوقف دلوقتي وندخل على لوحة تانية.